أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. Hello, herkese selamlar. Bugün He For She'nin doğum günü ve 8. yaşını kutlamak için çok cool bir şey yapıyoruz. Sizinle de paylaşacağız yaptıklarımızı ama çok cool bir yerde, çok cool insanlarla önemli şeyler konuşacağız. مقتطفات من مشاركة كارن بورسن في حفل منظمة He For She بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها، وهي منظمة تهدف للدفاع عن حقوق المرأة وتوعية الرجال بأهمية دورهم بالدفاع عن المرأة والمطالبة بحقوقها. ومن تصريحات كارن قائلاً: أنا متحمس جداً للحديث عن المساواة بين الجنسين، خاصة مع الشباب، والعمل معاً من أجل مجتمع متساوي. إن رؤية وجهات نظرهم والاستماع إليها يذكرنا بأنه يمكننا التحسين والتعلم في كل خطوة من خطوات الحياة، أي إن التغيير ممكن، إنه يجعلنا نشعر بالأمل. وفقاً لآخر تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذا استمرينا بهذه الوتيرة فلن تتحقق المساواة بين الجنسين إلا بعد 300 عام. يجب تسريع هذه العملية، ويجب أن يكون للرجال دور فعال في تسريع هذه العملية، ويجب على الرجال تحمل المسؤولية ليكونوا أكثر مساواة. لهذا الغرض يجب أن يجتمعوا أكثر ويتحدثوا عن تجاربهم ويجدوا طرقاً لمحاربة عدم المساواة معاً. هذا الحديث هو أول اجتماعاتنا مع He For She. سنستمر في لقاء الشباب والشابات ونشر وعينا حول هذه القضية معا، والتحدث عن الدور التحويلي للشباب في بناء مستقبل متساوي. أدعو كل من يريد أن يخطو خطوة على هذا الطريق معا للانضمام إلى الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ بين دليسم كيم. عيد ميلاد سعيد لهي فور شي.